شايفين اهوت خلاص ماشي في هذا النوع على شكل حرف ايه وحرف اي، يعني كلها حاجات ايه. طبعا الوايندنج زي ما اتفقنا ممكن تكون ملفات اسطوانية جوه بعض، ممكن ملفات قرصية يعني ماشي، تكون الملفات الابتدائية والثانوية على شكل اسطوانة، بينما في الحالة الثانية تكون على شكل ايه، على شكل اقراص ماشي. اهو حاجة زي كده اهوت، ادي الملفات اهيت، ادي الكور وادي الملفات اهيت، ادي الملف الابتدائي وادي الملف الايه الثانوي ماشي. ممكن يكون زي ما قلنا ادي الوايندنج اهيت ماشي، سواء بنوعيها ملف ابتدائي وملف ايه وملف ثانوي. زي ما قلنا الملفات المتداخلة ماشي، وتسمى نظرا لانها على هيئة اقراص، وتستعمل في المحولات الهيكلية، وترتب بحيث يوضع قرص من ملف كذا على كذا. الايديال ترانسفورمر اللي هي المحولات المثالية، وطبعا دي مش هنلاقيها في السوق ماشي. هجد اهي العلاقة دي تهمني جدا، اهي العلاقة ديت ان ال في واحد على في اتنين بتساوي ان واحد على ال اتنين. يعني ايه الكلام الجميل ده؟ يعني الجهد الداخل، جهد الدخل على جهد الخرج بيساوي عدد ملفات الملف الابتدائي على عدد ملفات الملف الثانوي. خلي بالكم من النقطة دي، يعني العلاقة 3-4 اللي هنا دي، اللي هنا اللي انا بظللها دي كده اهي ماشي، هي دي العلاقة المهمة جدا. ما هي العلاقة بين جهد الدخل وجهد الخرج وعدد لفات الملف الابتدائي وعدد لفات الملف الثانوي؟ ان في واحد على في اتنين بتساوي ان واحد على ايه، على ان اتنين، حيث ان واحد عدد لفات الملف الابتدائي وان اتنين عدد لفات الملف الثانوي. في ون هو الجهد اللي داخل على الملفات الابتدائية، وفي 2 هو الجهد اللي داخل على الملفات الثانوية. هل العلاقة ديت هي نفسها العلاقة اللي بتحدد لي بين التيار الداخل والتيار الخارج؟ هنقول له لا، ادي العلاقة هي الجميلة، العلاقة بين التيار اهي، العلاقة بين التيار الداخل والتيار الخارج اي واحد على اي اتنين، هي بقى العكس ان اتنين على ان ايه، على ان واحد. لكن في النهاية لو انتوا لاحظتوا، لو انا ضربت I1 في V1 ماشي، هل I1 بتساوي V1؟ هل I1 V1 بتساوي I2 في V2؟ يعني القدرة اللي داخلة هي نفسها القدرة اللي ايه، القدرة اللي خارجة ماشي. دي اهم حاجة في الموضوع، وديت اللي احنا او الجزء المهم جدا عندي في هذا الايه. وبالتالي انا لو جبت مسألة، لو جبت مسألة في هذا الجزء، فانا هجيبها فقط عشان العلاقات ديت. لو اني عدد ملفات الملف الابتدائي 10 لفات، وان عدد الملفات الثانوية 20 لفة، وان التيار اللي داخل 10 امبير، كم يساوي التيار اللي خارج؟ اجيبه من العلاقة الجميلة اي واحد على اي اتنين بيساوي ان اتنين على ان واحد. وبرضو لو حبيت اجيبها عن طريق الجهد، بي وان على بي اتنين بيساوي ان واحد على ان ايه، على ان اتنين. شوف العلاقة اهي، في واحد على في اتنين بتساوي في واحد قدامها ان واحد، في اتنين قدامها ان اتنين. لكن اي واحد على اي اتنين، هل اي واحد قدامه ان اتنين واي اتنين قدامه ان ايه، ان واحد، وهكذا. ده الكلام اللي ممكن يقال. طبعا الكلام كتير جدا على المحولات ماشي، لكن اخر جزء في المحولات وهو الدائرة المكافئة للمحولات دي ان شاء الله تعالى هناخدها المرة الجاية. وكل عام وانتم بخير، وان شاء الله تعالى نشوفكم قريب. يلا سلام عليكم.